بتصدقوا انه هاي الوصفة اخذتني بس نص ساعة؟ فيش شريمبس اند شيبس. رح نبلش بهاي الوصفة بكوب من الطحين الابيض، ورح نخلطه مع نص كوب من النشا. نخلطهم منيح ومنتبلهم بالبهارات. البهارات اللي منحتاجها لهاي الوصفة هي معلقتين صغار من الفلفل الابيض، معلقتين صغار من البابريكا، معلقتين صغار من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلأ السمك والشريمب لازم يكون مش فروزن، وبدنا نتبله برشة ملح، ولازم يكون ناشف كليا لما بنستخدمه بهاي الوصفة. وهلأ بدنا نسخن الزيت قبل ما نخلص الخليط. بدنا نزيد نص كوب من ماء السودا ونص كوب من البيرة الغير الكحولية، نخلطهم شوي ومننزل تدريجيا النص الكوب الآخر من مية السودا، من السودا ووتر، ومنقليهم بالزيت ومنقدمهم مع صوص التارتار. الصوص معمول من نص كوب من المايونيز، معلقتين مخلل خيار، معلقتين بصل مفروم، معلقة ليمون، ومعلقة كيبرز. صحتين وعافية.